إخواني أخواتي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله يلقاكم هذا الفيديو في أحسن الأحوال. كيف ما لاحظتوا في بداية الفيديو، عجينة اللي هي عجينة السيراميك اللي ديجا خدمتها معكم، يعني كيفاش تصنعي العجينة بالنشا وباللصاق خشب وزيت جليسيرين وكذلك الخل. مهم، وكاين على ما أظن مواد أخرى، فاللي بغى يعرف الطريقة كيفاش يصنع العجين غادي نحط لكم الرابط في صندوق الوصف. وإن شاء الله يعني الفكرة راه سهلة. كيف ما لاحظتوا شكلت هاد الوريقات بهالطريقة هكذا، وريقات بالحجم الصغير جدا، ودرت هاد اللون اللي هو أزرق، وكذلك غادي ندير ألوان أخرى يعني تقريبا في إطار هاد اللون، يعني اللون الأزرق، اللون فاتح وغامق عليه، يعني تقريبا ثلاثة اللوينات. واستعنت بهاد الآلة اللي هي من البلاستيك، يعني هي فيها تدرجات، يعني ماشي يعني ملسق، يعني فيها يعني كاين تدرج في هذيك الآلة أو المادة. المهم كاين فيها كاين مواد يعني كاينه مصنوعه باللينوكس او الحديد، لكن لحد الان باقي ما متوفرش في هذه المدينه، يعني كنشوفها في لي سيت ولكن ما كاينش هنا، فاكتفيت انني يعني نستعن بهاد المواد اللي هي من البلاستيك، غير هي ما تبقاوش تضغطوا بزاف لان دغيا كتهرس. يعني تقريبا دابا يعني الباكيه الثالثه اللي شريت هي يعني رخيصه، ما غالياش بزاف، فيها تقريبا شي على ما اظن شي خمسه د الاشكال اللي فيها، يعني فيها المسطحه، فيها يعني كالمدرجه، فيها يعني الملسه، المهم فيها اشكال اللي ممكن تعاونك انك تشكلي الاحجام اللي بغيتي من الورد. المهم كيف ما لاحظتوا الوردة غادي نشكلها بهاد الطريقة هكذا، طريقة سهلة. المهم اللي كاين انه الا كانت العجينة يعني كتلصق لك بين يديك، فممكن انك ديري الكريم، يعني اي كريم عندك متوفر في الدار، يعني نيفيا او لا اي كريم كتعجنيها به، كتعاودي يعني العجين من جديد، يعني بين يديك كتعجنيها 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 حتى كتجمع وكتكون يعني مطاوعة. وبالنسبة عاوتاني المشكلة كانت يعني صلبة أو قاسحة العجين، فكذلك نفس الشيء غادي تستعملي الكريم، لأن الكريم هو الحل الأنسب باش تكون العجينة ديالك يعني بالشكل اللي بغيتي، أو لا تكون يعني مطاوعة، يعني ما تبقاش تلصق وما تكونش قاسحة تنشف دغيا. الفيديو اللي كنت درت ديال كيفاش يعني تصنعي عجينه السيراميك، يعني درته تقريبا يعني قديم شويه، يعني تقريبا شي 3 سنين او 4 سنين باش درت هذاك الفيديو. غادي نخلي لكم الرابط ديالو لتحت في صندوق الوصف، لان لحد الان باقي كيجيني لي نوتيفيكاسيون بانه تشاف يعني من عدد من الاشخاص، يعني باقي مطلوب، وكاينين الناس ديالو يعني معجبين يعني معشاق ديال هذا العجين، كاينين يعني بزاف، لذلك قلت مع راساتي ندير لكم فيديو. يعني شحال هذه ما حطيت فيديو ديال السيراميك، كاينين فيديوهات اخرين ان شاء الله غادي نديرهم لكم. فصراحة كنت جربت عجينة يعني من غير هذه اللي درت دابا او اللي كاين ليها الفيديو في صندوق الوصف، انني عجنت عجين يعني عجين باردة يعني بدون ما نطيبها، ولكن ما عجبتنيش، يعني دغيا كتطلق واحد الرائحة ما زويناش، ودغيا كتخسر، دغيا يعني ما عجبتنيش، خاصها شي حاجة، ففضلت انني نرجع لهاد العجين اللي كنطيبها، يعني كدوم مدة طويلة وما تت يعني ما تتخسرش، يعني باش ما بقات يعني كتعطي يعني كتتنسجم اكثر بالمكونات ديالها، واللي ما بغاش يخدم فيها ديك اللحظة يعني خليها هي، باش ما خليتيها كما قلت لكم كتكون مزيانة، يعني ممكن ديرها حتى في الثلاجة
تخلوها تمايا يعني مدة، يعني ما تخافوا منها والو، يعني ممكن تقص 15 يوم 20 يوم ما تخسر، ما غاديش تخسر يعني تبقى كما هي. فكما كما لاحظتوا ان هاد اللي درت يعني يعني بالحجم الداكن غيكون الداخل ديال الوردة، وهذا كديريه من قبل يعني خص يكونوا ناشفين، يكونوا قاصحين، يعني يكونوا ناشفين وقاصحين باش ملي ديرهم داخل الوردة يعني ما ي... يعني ما يخسرش الحجم ديالهم او يخسر الشكل ديالهم. وكيف ما كتلاحظوا هادو هما يعني الوريضات اللي صاوبت بهذا اللون اللي هو داكن. وتاني لون هو هذا يعني لون افتح، صراحة هاد العمل ديال العجينة السيراميك أو أي أعمال من الأعمال ديالها كيعجبوني بزاف، لأن منها تسلية ومنها أنك يعني كتبدعي أي يعني كتبدعي أي فكرة كاينة عندك. فمن الممكن أنك هاد العجينة تعطيها لوليداتك يلعبوا بها يعني وينموا بها الأفكار ديالهم، يعني ممكن يصنعوا يعني ورد ولا مثلا حيوانات ولا يعني أي شكل بغاو ممكن يصنعوا بهاد العجينة، يعني تقريبا بحال ديك العجين اللي تعطوهم في المدارس تقريبا بحالها هكداك. وبالنسبة يعني كيكون يا إما بالصباغة، أنا كان صراحة كنستعن بالصباغة ديال العجينة ديال الصباغة ديال التوب، أو لا ممكن الصباغة باش كيرسمو على الورق، أو لا بالبودر يعني ديك الصباغة البودر كذلك، أو لا الطباشير، يعني كاينين حلول كتيرة يعني ممكن تصبغي بيهم. وهنايا خديت يعني خديت هاد الفازة الحجم الصغير صبغتها، يعني كانت من الطين وصبغتها باللون الابيض، وغادي نبدا نلصق عليها يعني نستعن بلصاق خشب، يعني غادي يعني شويه من الحجم او شويه من العجينه غادي نلصقها بهذه الطريقه هكذا. وبما ان الوريضات يعني فيهم مسامر او حديد غيجيني ساهل بانني يعني ندخلهم في هذا العجين باش في الاخير نوصل الشكل اللي بغيت. وكذلك الدور ديال هذا المسمار او السلك اللي تيكون داخل الورده انه كيكون ثابت على المزهريات. كيف ما لاحظتوا خلطت يعني ثلاثة د الألوان اللي كنت خدمت وزعتهم بهذه الطريقة، كنتمنى
الفكرة تعجبكم وممكن ديروا منهم عدد كبير. وشكرا جزيلا لكم.